حياكم الله أيها المشاهدين الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. كشف صندوق النقد الدولي عن توقعاته لمؤشري التضخم للدول العربية للعام الحالي، حيث احتل العراق المرتبة السادسة بين دول المنطقة. وبحسب تقرير الصندوق، فإن مؤشر التضخم أظهر العراق في المرتبة السادسة بنسبة 4%، حيث تتأثر هذه النسب بعدة عوامل، بما في ذلك ضغوط صرف العملات وتقلبات أسعار الطاقة والغذاء وغيرها من العوامل. قالت مصادر مطلعة على الشأن الاقتصادي إن 12 شركة متنوعة تلقت إنذارات وحجز أموال على خلفية قضية المصرف العراقي للتجارة وقيام مقترضين بتجنب تسديد ما بذمتهم للمصرف. ويواجه المصرف العراقي للتجارة خسائر تبلغ 215 مليون دولار ناتجة عن إصدار أحكام قضائية لصالح مقترضين يعتقد أنهم مدعومون من جهات سياسية متنفذة. وكان مراقبون للشأن الاقتصادي قالوا في وقت سابق إن هذا الموقف يثير شكوك المراقبين بشأن وجود تعاون بين جهات متنفذة والمقترضين الذين يبدو أنهم يتجنبون سداد الأموال المستحقة. قال العضو السابق في مجلس إدارة البنك المركزي العراقي إحسان شمران، قال إن بعض المصارف في البلاد كانت مستهترة بحسب وصفه إلى درجة بررت العقوبات الأمريكية والدولية عليها. وأضاف شمران أن جزءا من العقوبات على القطاع المصرفي العراقي عادل وموضوعي، حيث البعض منها استهتر بموضوع الامتثال للمعايير الدولية كالاقتراب من قضايا المخدرات وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وحين يحصل تساهل في معرفة الزبون وهو مبدأ أصيل، فإن الإدارة الأمريكية أو المؤسسات الدولية تملك المبررات لإصدارها العقوبات. قالت لجنة الثقافة والسياحة والأثار النيابية إن محافظة الديوانية، وعلى الرغم من أن المحافظة تمثل ما نسبته 16% من عدد الآثار في العراق، إلا أن الإهمال يقتل الآثار فيها. وأوضحت عضوة اللجنة نور نافع أجلي حاوي أن المتحف الحكومي في الديوانية مهدد في ظل وجود جهات تسعى للاستحواذ على ما تبقى من أرضه لتحويله لمشروع استثماري بعيد عن مجاله. وجهت منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك طلبا رسميا لوزارة النفط في العراق بضرورة استئناف صادرات النفط من كردستان العراق في خطوة تهدف إلى تخفيف الضغوط الاقتصادية. وكشف مصدر في وزارة النفط لوسائل الإعلام أن منظمة أوبك طلبت من وزير النفط في العراق حيان عبد الغني إعطاء الضوء الأخضر لتصدير النفط من كردستان العراق عبر ميناء جيهان التركي. وبحسب المصدر، فقد أوصت منظمة أوبك بالسماح لحكومة كردستان بتصدير 200 ألف برميل من نفط كردستان العراق يوميا لتخفيف الضغط الاقتصادي. لنا هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.